وهذا خبر عاجل نزفه إليكم حتى لا يشعر المواطن المصري بالقلق على مستقبله ومستقبل أبنائه. يعني الحقيقة إحنا بنرى في عبد الفتاح السيسي مستقبل زي البلاك الأسود، فيش أي لون تاني الحقيقة. إيه الخبر؟ لا، الحكومة اتحركت يا جماعة، في حل، اوعى تقلق، مش هنتخلف عن السادات، والعملة مش هتنهار، ومفيش سريلانكا، وما تسمعش لأسامة جاويش، اسمع لنعقة الدين. طب ادينا الحل، طلعوا لهم الحل يا جماعة. أنا عايز منحة. منحة تدرس يعني؟ لا لا، أنا مش عايز منحة أدرس، لا أنا عايز منحة أصرف. منحة تصرف قرض يعني؟ لا لا، ما أنا عايز مش قرض، قلت لك أنا عايز مش قرض، أنا عايز منحة. منحة إيه يا بني آدم؟ اديني فلوس. السيسي شحات يا جماعة، السيسي بيرفع نظرية بيقول لك هنحل الموضوع كله، اوعى تقلق، سنرسل إليهم بالرسل. أيوه، عشان يعملوا إيه؟ شحاتين، هنبعتهم الجبال للحطابين هناك في الجبال، وهنبعتهم في كل حتة، عشان يعملوا إيه؟ عشان يشحتوا، يجيبوا لنا فرص استثمار؟ لا، يجيبوا لنا منح دولية، هنبعت اللي يعرف يتكلم صيني الصين يشحت بالصيني، واللي يعرف يروح الياباني يجيب لنا منحة يشحت بالياباني، واللي يعرف يروح هناك تشاد ولا ساحل العاج يشحت بالجابوني ولا بالأفريقي، عادي، احنا بنرفع شعار الشحاتة للجميع، أي حد عايز يشحت يجي يضم على الحكومة ويشحت، يمكن تبقى وظيفة دي على فكرة، يعينوا سفرة للشحاتة، سيادة السفير فلان الفلاني الشحات من دولة البرازيل، الشحات من دولة كذا، شحات مصر يعني رايح يشحت من دولة كذا، فالحكومة عندها حل. أنا مش عايز حضرتك أبداً أبداً كمواطن مصري في 2024 ونحن في انتظار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقسم القسم الرئاسي لولاية رئاسية سودة على دماغنا كلنا ودماغه بإذن الله لمدة 6 سنين، وإحنا قاعدين مستنيين اليوم ده، اوعى حضرتك تشعر بالقلق إطلاقاً. الرئيس قاعد شغال، اللي أشهد له فيها إنه إنسان ناجح، الحاجة الوحيدة اللي بيعرف هذا المسخ سيء الذكر أن يفعلها هي الشحات.